شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ لمكان حضرتك يا فندم. نعم. نائب حضرتك؟ ايه؟ تحت امر حضرتك. طب تفتكر ايه اللي ممكن يخليني اقبلك في الوظيفه دي؟ يعني والله حضرتك مؤهلاتي يعني ان شاء الله تمكنني ان انا اخد الوظيفه دي. مؤهلاتك انت عارف ايه اهم حاجه في الموظفين بتوعي؟ ايه يا فندم؟ عارف احمد موسى؟ طبعا يا فندم. استنى مني مكالمه.